فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما يذكر من أنه يكره أو يحرم إجارة بيوت مكة؟ المسألة خلافية. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هل يشمل هذا بيوت مكة أو هو خاص بالمسجد الذي يصلى فيه؟ هذا خلاف بين العلماء. والصحيح أنه لا بأس، كانوا يتبايعون بيوت مكة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم: هل تنزل في دارك غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ باعها عقيل بن أبي طالب، أدل على جواز بيع البيوت في مكة. ولو لم يجز هذا لصارت مكة مأوى للوحوش، لو منع هذا صارت مكة مأوى للوحوش. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.